السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من حلقات الأهلي الليلة. طبعا كلنا تابعنا مباراة النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا أمام فريق سيمبا التنزاني، واللي أقيمت في تنزانيا، والمباراة انتهت بفوز فريق سيمبا 1-0. النادي الأهلي لا زال يتصدر مجموعته، مجموعة رابعة في دوري الأبطال، في مباراة الساعة 9 ما بين شبيبة الثورة الجزائري وفيتا كلوب الكونغولي، هتكون الساعة 9 بتوقيت القاهرة. نادي الأهلي 7 نقاط لسه متصدر مجموعته، يليه بعد الفوز اللي حققه فريق سيمبا التنزاني 6 نقاط، وأيضا فريق فيتا كلوب في المركز الثالث ب4 نقاط، وأخيرا فريق شبيبة الثورة الجزائري بنقطتين في المركز الرابع. طيب طبعا الفريق الجزائري هيلعب على ملعبه، ودي هتكون نقطة إيجابية كبيرة للفريق الجزائري علشان يحافظ لو فاز على حظوظه في المنافسة على الصعود إلى الدور الثاني. النادي الأهلي إن شاء الله قادر على حسم صعوده. النادي الأهلي لو كان حقق الانتصار اليوم كان ضمن تأهله بنسبة 100%، لكن ده حال كرة القدم، طبيعي جدا بعد ضغط المباريات ويعني بعض الإصابات اللي كنا بنشوفها خلال الفترة القادمة وعودة بعض اللاعبين، إن يكون في بعض الدروبات في المستويات وفي نفس الوقت في النتائج، محدش لا بيفوز على طول ولا حد بيخسر على طول ولا حد بيتعادل على طول، كل شيء وارد في كرة القدم، وهو ده حال كرة القدم بشكل عام. نادي الأهلي أفريقيا أدى المباراة قبل الأخيرة مباراة رائعة جدا، كسب بنتيجة كبيرة جدا، فاز في بطولة الدوري بيحقق انتصارات متتالية، وبالتالي مباراة اليوم الساعة 9 هتحدد أشياء كتيرة جدا جدا جدا، بمعنى إن لو فريق شبيبة الثورة فاز أو تعادل طبعا دي هتكون شيء إيجابي جدا في مصلحة النادي الأهلي، فيتا كلوب لو فاز هيبقى عنده 7 نقاط وبالتالي هيتساوى مع النادي الأهلي في عدد النقاط. دي نقطة. النقطة الثانية شبيبة الثورة الجزائري عنده 2، لو فاز هيبقى عنده 5 نقاط، لو تعادل هيبقى 3 نقاط، وبالتالي فريق فيتا كلوب في حالة التعادل أيضا هيكون عنده 5 نقاط، والفرقتين هيكونوا في المراكز اللي موجودين فيها حاليا. الحل الوحيد لفريق فيتا كلوب علشان يتخطى فريق سيمبا التنزاني هو الفوز على فريق شبيبة الثورة. أنا أعتقد إن الفرق الأفريقية عندها صعوبة كبيرة جدا في المباريات اللي بتكون في الملاعب العربية والملاعب الشمال الأفريقية، الجزائر، المغرب، تونس، مصر، دايما بنكون ند قوي جدا ليهم وبنقدر نتفوق عليهم فنيا وجسديا. طبعا زي ما احنا عارفين كان تصريحات مستر مارتن لاسارتي بعد المباراة وتعليقه على الخسارة وتعليقه على الأداء وعلى الملعب وعلى كل شيء، وقال إن الأهلي تأثر بالرطوبة في تنزانيا، تنزانيا من البلاد اللي بيكون موجود فيها رطوبة عالية جدا، لكن طبعا يعني ده اتكلم في الجانب الخاص بالجو والأجواء بشكل عام، لكن قال فرصة النادي الأهلي كبيرة في التأهل، وده اللي قلت لحضراتكم عليه. كان مؤتمر بعد المباراة وقال إن احنا لسه عندنا لقاءين، ولو حققنا الفوز في اي مباراه من الاثنين نصعد رسميا الى الدور الثاني، لكن طبعا ده ما يمنعش ان احنا عندنا خلاص مباراه وانتهت زي ما احنا متعودين صفحه وبنقفلها، ودايما بنركز وبنشوف ايه اللي جاي علشان نستعد له. الاهلي عنده مباراه مهمه جدا في بطوله الدوري يوم السبت القادم 16 فبراير امام نادي الانتاج الحربي في بطولة الدوري الممتاز. النادي الأهلي أيضا هيكون عنده لقاءاته الأفريقية، خلاص خلص لقاءاته في شهر فبراير، وبالتالي هيستعد في شهر مارس أنه يلعب مباراته في بطولة دوري أبطال أفريقيا اللي إن شاء الله هتكون في مارس. احنا عارفين أن النظام الجديد للبطولة الأفريقية بيخلي كل فريق يلعب في الشهر المباراتين، وبالتالي الدوري الأبطال بشكل جديد هيكون بيبدأ مع بداية الدوري وبينتهي بنهاية الدوري علشان يتوافق مع دوري أبطال أوروبا.
دوري ابطال اوروبا بيبدا مع بدايه الدوري وبيخلص مع نهايه الدوري، وده شيء مهم جدا جدا. اولا بيدي راحه كبيره جدا للعيبه، وثانيا بيبقى فيه تنظيم جيد للمباريات. كلنا كنا بنشتكي قبل كده ان بدايه دوري ابطال افريقيا بتكون في وقت قبل ما الدوري يبدا، وبالتالي بيكون في انخفاض في المستوى. كلنا كنا بنقول في عدم اكتمال الجزء البدني واللياقه البدنيه، في عدم اكتمال المستوى ما بين اللعيبه وبعضها، في عدم تجانس بسبب تاخر فتره الاعداد، وبالتالي كل العوامل اللي احنا بنتكلم فيها الاتحاد الافريقي حلها. وانا اعتقد ان كل موسم يكون في تحديث للبطولات الافريقيه، زي ما احنا شفنا امم افريقيا بتقام في السنين الفرديه، وفي نفس الوقت بتقام في الصيف علشان ايضا لا تتعارض مع الدوريات الاوروبيه بسبب التزام اللعيبه الافريقيه مع منتخباتها. وانا اعتقد ان كل ما بيكون في تطوير ده بيعود على الكره الافريقيه والكره العربيه بشكل عام بالنفع والايجابيات. النادي الاهلي هيتبقى له لقاءين، واحد على ملعبه امام فريق شبيبه الثوره الجزائري، وواحد في الكونغو امام فريق فيتا كلوب. في فيتا كلوب اكيد من الفرق القويه جدا اللي على ملعبها لازم تعمل لها 1000 مليون حساب، لكن النادي الاهلي دايما هو اللي بيتعمل له حساب. النادي الاهلي لما بيروح اي مكان على ملعبه بره ملعبه دايما الفريق هو اللي بيكون عامل له حساب وعامل له خايف منه. الخوف بيجي بسبب التاريخ الطويل والعريق من البطولات، وسيد اسياد قاره افريقيا النادي الاهلي باسمه الكبير جدا بالنجوم اللي موجوده عنده بالاداء الجيد، لكن عمر ما تكون هزيمه ابدا هي يعني يكون في فقدان ثقه للقاءات اللي جايه. النادي الاهلي دايما بيكون يعني بيعمل فاصل ما بين بطولاته المختلفه، سواء بطوله الدوري او بطوله دوري ابطال افريقيا، هم دول البطولتين الكبار اللي الاهلي دايما بيدور عليهم. بطوله الدوري البطوله المحببه لجماهير نادي الاهلي. النادي الاهلي ان شاء الله بيسعى الى البطوله 41 في مسيرته، ان شاء الله يحققها علشان تكون مسك ختام قبل أمم أفريقيا اللي جاية، أو الأهلي يكون متصدر إن شاء الله ويرجع لمكانه الطبيعي في بطولة الدوري قبل بطولة أفريقيا القادمة اللي إن شاء الله تكون على أرضنا هنا في مصر. وكمان دوري أبطال أفريقيا نتمنى إن الأهلي يحسم لقب الأفريقي، ودايما بنقول التالتة تبتة بعد مرتين الوصيف، بعد ما مرتين لم يوفق ولم يقدر لينا ربنا بالفوز بالبطولة. إن شاء الله ربنا يقدر في موسم 2018-2019 بالفوز بالبطولة الأفريقية، ونحن نكون موجودين في مكاننا الطبيعي كممثل للقارة الأفريقية في كأس العالم للأندية مع الكبار، مع كبار القارة الأوروبية كلهم. لسه بقى نشوف، يعني عندنا دوري أبطال أوروبا النهاردة، يعني مباريات قوية جدا هيبدأ النهاردة بعد توقف شهرين، وبالتالي اي احساس بيكون خاص بدوريات خاصه بالقاره زي دوري ابطال اوروبا دوري ابطال افريقيا دايما بيكون ماتشات ليها طابع خاص جدا وبيكون ليها مذاق خاص جدا، سواء عند جمهور مصر او عند الجمهور الافريقي بشكل عام. طبعا مستر مارتن لاسارتي هقول لحضراتكم بعض التصريحات اللي اتكلم عليها وقال عليها ان في المؤتمر الصحفي، لكن طيب الافضل بقى ان احنا نروح ل